الراجل ده جاب شوية موز قطعهم، بعد كده حط عليهم لبن، بعد كده حطهم في الهاند بلندر، خلطهم كده مع بعض، وبعد كده حطهم في كوباية وحط عليهم شيك بونو جوتا صغنن اللي هو كرات الشوكولاتة الصغيرة، وحطها بقت ايس كريم طبعا بعد ما غطسها في شوكولاتة لحد ما جمدت وكده، بقت ايس كريم بالموز. فتعالوا نجربها. بص يا صاحبي انا لابس نص كم، وحرفيا لو خدت برد فهو حلال فيا والله، بس والله مكسر يعني. بس يلا ما علينا، هنجيب الهاند بلندر بتاعنا، وادي الموز نقطعه ونحطه. هستعمل لبن عادي، ولكن انا هستعمل لبن بودرة، فهحط لي كده ايه حبة حلوين، وهحط شوية مية. حاسس اني كترت سيكا مش عارف ليه. ونشغل سلاحنا الهاند بلندر، ولما اخذ كده بس يا صديقي عزيزي المشاهد، وسع كده بس شويه عشان احط الفيشه، معلش يعني معلش استحملني شويه والنبي، عادي يعني انتوا مش غربة يعني مع بعضينا يعني. ونشغل الهاند بلندر، نسمع احلى صوت في الدنيا. عنيف اول هاند بلندر ده. وكده بقى عندنا كده الخليط، نجيب بقى البتاعه بتاعت الايس كريم واحطها في اي كوبايه، وممكن انت برضو ما عندكش دي تحطها في اي كوبايه وعصايه ايس كريم، او تحط ظهر معلقه يعني لحد ما تجمد وكده، ولكن انا عندي دي كنت جايبها تقريبا ب 15 جنيه حاجه زي كده من العتبه يعني، يعني لو لقيتها هاتها، لو ما لقيتهاش عادي يعني صرف نفسك يا باشا، كوبايه ولا اي حاجه يعني صرف نفسك يعني. والله يا صاحبي انا ما اعرفش الحبه اللي انا عملتهم دول يكفوا قد ايه، فاحنا هنحط كده ونشوف بقى. مليت معايا 6 كوبايات بالظبط، نقفل بقى كده كويس. ده بقى شكلهم، نحطهم بقى في الفريزر 24 ساعه ونرجع بقى. نسيتها انا خالص في الفريزر لمدة 18 سنة، ما اعرفش عنها اي حاجة خالص، فقلت ايه احيي بقى الفيديو ده، لان اصلا الفيديو ده كان هيموت خلاص كده بقى ومش هعمله اصلا. فتعالوا، انا مش فاكر اصلا الفيديو كمان كان بيتكلم اصلا عن ايه يعني، فتعالوا ايه نفتح الايس كريم الموز ونشوف ايه نظامه. البتاع من كتر ما هو في الفريزر بقى قطعة واحدة في البلاستيك، فانا مش عارف اطلعه ازاي اصلا. طلعناها ايه، دي مفروض ايس كريم موز، فانا عايز ادوق ايس كريم الموز الخام بقى. ده المفروض كده بقى ايس كريم موز طبيعي خام جدا جدا، فتعالوا ندوق. طبعا ريحه موز باين جدا جدا يعني، بسم الله. بص هو ما عجبنيش، بس استنى عايز اعمل تجربه اخيره، بس هجيب صوص البلو بيري اللي هو الماجيك، وعلى فكره هعمل فيديو قريب جدا عن صوصات الماجيك كلها يعني، فتاكد انت عامل فولو علشان ايه لما يجي لك الفيديو ده تتفرج عليه. ممكن اعمل ايه بقى، ممكن احط لي كده ايه نقطه كده من فوق، حطيت صوص البلو بيري وندوه كده، بسم الله. استنى استنى احط تاني. طيب هي تجربه بالسيئه، ولكن ما انصحش حد ان هو يعملها، ما عجبنيش. ممكن لما حطيت صوص البلو بيري تمام، واخد طعم سيكا كده اللي انت ممكن تاكله، ولكن ما عجبنيش ايس كريم الموز بصراحه. لو انت عايزنا نعمل اي ايس كريم باي نوع تاني، ممكن تكتب لنا تحت في الكومنت ونعمل ايس كريم بوريو بقى، ايس كريم توينكيز، ايس كريم فريسكا. بص يا زميلي يعني الافاق واسعه، اختار اللي انت عايزه واكتب لي تحت في الكومنت ونعمله ان شاء الله. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. طبعا الانستجرام ما تنساش طبعا تعمل فولو هناك، علشان بنعمل هناك حاجات عظمه جدا جدا، والتيك توك برضو فولو بقى، وكل حاجه بقى حلوه كده بقى يا جدعان بقى. يلا وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.